هذه الحقنة قد تنقذ نفسا بشرية. لقاحات مضادة للإنفلونزا والحصبة. أولى المرضى وصلوا في الصباح الباكر إلى الخيمة الطبية المؤقتة، حيث يقدم اللاجئون معلومات كثيرة عن أنفسهم، وهم سعداء بأية إعانات طبية. إنهم يفهمون السبب وراء تلقيحهم. هذه الأم قدمت للتو ابنتيها الصغيرتين للتلقيح ضد الحصبة. كارولين غولي تقول إن الأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للحصبة، والطبيبة تخشى من تفشي وباء ما. الناس هنا يعيشون ملتصقين تقريبا ببعضهم البعض، ويكفي أن يسعل أحدهم حتى تنتشر الحصبة المعدية، فضلا عن كون الناس هنا في هذه الظروف ضعفاء ولا يتمتعون بمناعة قوية. هنا في غرونتسات قرب ميناء دونكريك شمال فرنسا تتزايد أعداد اللاجئين، وقرابة 2500 مهاجر معظمهم أكراد يسكنون في خيام متهاوية وأكواخ صنعوها بأنفسهم، والظروف هنا مروعة. يقول عازم من العراق أنه هرب من ممارسات شرطة كالي العدائية، ويتشبث بالبقاء هنا الآن، ويحاول مثل آلاف آخرين العيش وسط هذه الأوساخ. الطبيبة كارولين قالت لنا إنهم كمنظمة إغاثة يشيدون بأنفسهم الآن مخيماً للاجئين فيه خيام مقاومة للعوامل الجوية وبإمدادات لائقة، وذلك لأن الحكومة الفرنسية لم تستجب لحالة الطوارئ. قرابة 2 مليون يورو استثمرتها منظمة أطباء بلا حدود في إقامة المخيم. البلدية أبدت موافقتها وقدمت الأرض للمنظمة، والعمل يسير على قدم وساق. قمنا هنا في هذه المنطقة بوضع ساتر بلاستيكي تنفذ المياه من خلاله تحت التراب الممزوج بالرمل من أجل منع تشكل الطين، كما قمنا بتركيب أعمدة إضاءة ثابتة على طول المخيم بأكمله، وهذا شيء هام لزيادة الأمن في المخيم. إلا أن إقامة المخيم الجديد اصطدم بمقاومة من سكان بلدة غرونتسات، وكثيرون منهم ينتقدون رئيس البلدية من حزب الخضر على دعمه العلني للاجئين. هذا يكفي، لقد تعبنا من العدائية التي نشهدها هنا. البلدية هي السبب في كل هذا، ونحن هنا لدفع التكاليف فقط. أوطانهم تعاني من حروب، فجاءوا وأحضروا معهم شيئاً منها إلى هنا. الأطفال لا يجدون هنا رغم الألعاب الكثيرة مكاناً للتمتع باللعب، والمخيم الجديد سيعني بالنسبة لهم بالذات المزيد من الأمان، فحياتهم اليومية الحالية هنا محفوفة بالمخاطر. وليس من الواضح بعد إن كانوا سينتقلون إلى المخيم الجديد، فمعظم عائلات اللاجئين لديهم هدف وحيد، ألا وهو الهروب إلى بريطانيا.